بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ معاكم سلسلة جديدة من فيديوهات لارافيل. السلسلة دي هنتكلم فيها عن اللارافيل مودلز. في كل فيديو من فيديوهات السلسلة هنتكلم عن حاجة في المودلز في لارافيل، وهنتكلم في الفيديو ده عن البرايمري كي كاستمايزيشن. البرايمري كي لما بنعدل عليه اي تعديلات، اللي هي هنشوف ايه التعديلات المتاحة، ازاي هنحدد ده في الموديل، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الموديل هو اللي مسؤول عن تيبل معين في الداتابيز، والتيبل بيبقى فيه طبعا في الاغلب برايمري كي. فازاي نعمل كاستمايزيشن على البرايمري كي ده؟ عشان نبدا، طبعا نزلت بروجكت لارافيل، لارافيل 7، وعملت موديل اسمه برودكت، وعملت له المايجريشن بتاعته. والمايجريشن بتاعته كل اللي فيها ال ID وكولوم خاص بالنيم، وده نالبل، والكولومز بتاعت التايم ستامبس. ودي طبعا قصة التايم ستامبس هنبقى نتكلم عن الكاستمايزيشن بتاعها في فيديو جاي بإذن الله. دلوقتي لما انت بتيجي هنا تعمل مايجريشن، لارافيل بتفترض انك شغال على ال ID كالآتي. اول حاجة ان اسم الكولوم نفسه ID، يبقى اول حاجة ان اسم الكولوم ID. تاني حاجة ان نوع الكولوم ده big integer unsigned، او ممكن يعني لو هنكتبها بقى بالانجليش تبقى unsigned big integer. تالت حاجة ان ال unsigned big integer ده ماشي بسيكونس معين، انه auto a auto increment. فلو في اي تغيير حصل في واحدة من التلاتة دول، لازم تروح في الموديل بتاع الجدول ده اللي هو موديل البرودكت، تعرف لارافيل ان التغيير الفلاني حصل. يعني لما احنا بنقول في لارافيل 7 تيبل ارو الميثود اللي اسمها اي دي، فده مكافئ لان احنا نقول في لارافيل 6 واللي قبلها تيبل ارو بيج انكريمنتس لكولوم اسمه الاي دي. طيب التيبل بيج انكريمنتس لكولوم اسمه الاي دي، دي بدورها اختصار برضه، هي اختصار لحاجه كان ممكن انت تعملها في اكتر من سطر. كان ممكن انت تعملها ازاي لو انت عايز تعملها من الصفر من غير البيج انكريمنتس؟ البيج انكريمنتس دي بتعرف لارافيل ان ده بيج انسايند بيج انتجر واوتو انكريمنت وبرايمري كي. طيب لو انت كنت عايز تعملها بنفسك، كنت هتضطر تقول كده تيبل ارو بيج انتجر اي دي وتخليه انسايند وتخليه اوتو انكريمنت بس كده. لا، ده لازم تعرفها كمان ان ده برايمري كي، فهتقوم قايل تيبل ارو برايمري للاي دي. فكل ده ممكن نختصره في سطر واحد في لارافيل 6 اللي هو ده، وده ممكن نختصره في سطر واحد في لارافيل 7 اللي هو ده. طيب احنا ليه بنعرف الكلام ده؟ عشان لما نعمل كاستمايزيشن هنضطر نستغنى عن الشكل المختصر ونعدل في الكولوم بتاعنا. هنفصله بقى زي ما احنا عايزين. هنفصله ازاي؟ يعني ممكن نكون عايزين نغير اسمه، نخليه مش اي دي، اسمه مثلا حاجه تانية، برودكت اي دي، برودكت كود. ممكن نكون عايزين نخليه مش unsigned big integer، او نخليه ماشي unsigned big integer بس ما يبقاش اوتو انكريمنت، ابقى انا اللي بحط الارقام بنفسي. ممكن نكون عايزينه بقى مش انتجر خالص، مش اي نوع من الانتجرز. ممكن نكون عايزين البرايمري كي ده يبقى سترينج، يبقى كود معين للبرودكت، بيبقى فيه كاركترز، بيبقى فيه سيمبلز، كل الكلام ده موجود. طيب فعشان نعمل الكلام ده مش هنقدر نشتغل على الجاهز. طيب كل ده احنا بنعمله ليه؟ يعني احنا دلوقتي في المايجريشنز، ايه علاقه المودلز بالموضوع؟ ما احنا زي ما قلنا ان اي تغيير هيحصل في واحده من الثلاثه دول، كونو اي دي، كونو انتجر، كونو اوتو انكريمنت، لازم تروح تعرف الموديل اللي بيكلم الجدول ده بالتغيير اللي حصل. اول حاجة هنجرب نغيرها هي اسم الكولوم. مش عايزين نخليه ID، انا عايز اسمي البرايمري كي بتاعي مثلا product ID. هنعمل كده ازاي؟ هنشيل طبعا الجاهز، خلاص الميثود الجاهزة مش هتنفع معانا، وهنعمل احنا الكلام ده بنفسنا باستخدام المكافئ ليها اللي هو الايه؟ البيج انكريمنتس
البيج انكريمنتس واديله الاسم اللي انا عايزه، وليكن مثلا برودكت اي دي. تمام. بعد كده عايزين نعيد بقى المايجريشن تاني، فهنقول له بي اتش بي ارتيسان مايجريت فريش مثلا بالشكل ده. ونشوف انعكاس التغيير ده هنا. تعالوا كده نعمل ريفرش دلوقتي، هنلاقي ان الكولوم بقى اسمه برودكت اي دي، ولما نبص في الاستراكشر هنلاقيه عارف فعلا ان هو ده البرايمري كي بتاعي. طيب كده المايجريشن ظبطت خلاص. طب هل لو استخدمت بقى من خلال الموديل هتظبط ولا لا؟ يعني انا لو جيت اعمل هنا انسرت كده الرو، طبعا النيم نالبل، انا هعمل انسرت الرو عادي خالص، ممكن مجرد بس ان انا اقول له جو كده خلص الموضوع. عايزين نشوف هل هنقدر نجيب البرودكت ده من الداتابيز باستخدام الموديل ولا لا، باستخدام مثلا الميثود اللي اسمها فايند. تعالوا كده نشوف هنا، ممكن نروح على الروت الديفولت اللي بيبقى موجود ده ونقول له اعمل لي داي اند دامب لبرودكت فايند 1 مثلا. المفروض لو هو قرا البرايمري كي بشكل صح هيعرض لي الكولوم ده، هيعرض لي قصدي الرو ده، عفوا. فتعالوا نعمل ريفرش كده. ايه الايرور ده بقى؟ بيقول لي كولوم نوت فاوند انون كولوم برودكتس دوت اي دي، يعني هو بيدور في جدول البرودكتس على برايمري كي اسمه اي دي، لان الفايند دي الفايند ميثود بتروح تشتغل بالبرايمري كي، فهي بتبقى عارفه ان اي برايمري كي اسمه اي دي، هي ما تعرفش لسه انك غيرت الاسم وخليته برودكت اي دي. وده بقى دور التعديلات في الموديل اللي هناخدها النهارده. فلو عايزين نغير اسم الكولوم بنعمل الكلام ده ازاي؟ بتقول له هنا كده protected primary key بتساوي وتدي له الاسم الجديد بتاعك. فلما تيجي تعمل ريفرش كده هتلاقي ايه؟ قرالك فعلا الرو من الداتابيز اللي هو برودكت اي دي 1. ده كده اول تعديل، اللي هو لو حبينا نعدل في اسم الكولوم بدل ما هو اسمه اي دي على الديفولت نخليه اي حاجه ثانيه. طيب تعالوا كده نجرب نعمل تاني تعديل. هنشتغل على تاني تعديل ده الاول اللي هو الاوتو انكريمنت. عايزين انه ما يبقاش اوتو انكريمنت. ما يبقاش اوتو انكريمنت ده معناها اما انه يبقى انتجر برضه بس مش اوتو انكريمنت، او انه اي نوع تاني غير الانتجر. المهم ان حته الانكريمنتنج دي هتتشال. هنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه كده لازم نظبط المايجريشن بتاعتنا على التغيير الجديد، لان هو كده حاليا لسه في الاستراكشر شايفه ايه؟ شايفه اوتو انكريمنت. فالمفروض نعدل ونعمل مايجريت فريش تاني، بعد كده نشوف ايه التعديل المكافئ اللي هيتعمل فيه الموديل. عشان ما تخليهوش اوتو انكريمنت مش هينفع نشتغل على الشكل ده، لازم تشتغل على الشكل الاطول شويه، اللي هو انك تقول له ان ده ايه؟ بيج انتجر اسمه، سواء بقى اسمه اي دي لو انت عايز ترجع تاني للاسم القديم، او عايز تخلي التغيير ده وده مع بعض زي ما هنعمل مثلا، نقول له اسمه برودكت اي دي، وهتقول له انه انسايند بس، مش هتقول له بقى ساعتها انه ايه؟ انه اوتو انكريمنت، مش هتقول ار اوتو انكريمنت اللي كنا عملناها دي. وطبعا لازم تعرفه هنا في الحاله دي ان هو برايمري كي، فهتقوم قايل له كده تيبل ار برايمري برودكت اي دي. تمام. فهو كده ما بقاش اوتو انكريمنت خلاص. لما نيجي كده نعمل فريش ونبص كده على الجدول، هنلاقي في الاستراكشر ان البرودكت اي دي ما بقاش اوتو انكريمنت. يعني لو انا جيت اعمل انسرت كده واقول له جو، هيقول لي لا الاي دي مش واخد ديفولت فاليو، لازم تدخله انت بنفسك. ففرضا مثلا ان انا عايز ابدا اكواد البرودكتس من 1001 مثلا، وساعتها بقى ممكن تديله نيم هو نالابل والتايم ستامبس نالابل، فكده كده هيخش خلاص هيتخزن فيه الداتا بيز. طبعا اللي انت خزنته اول مره ده اتحط فيه زيرو عشان برايمري كي ما ينفعش يبقى نل، لكن احنا ايه هنشيل الكلام ده من هنا. طيب انا دلوقتي عايز اعرف الموديل بتاعي ان انا ما بقتش شغال اوتو انكريمنت خلاص، لان هو ممكن يكون بيستخدم
او بيحتاج يعرف الموضوع ده لو هو عايز يكريت مثلا صف جديد في الداتابيز، فهو لا انت مش اوتو انكريمنت، فلازم هتدخل انت القيمه بنفسك في الميثود اللي اسمها كرييت على الموديل وهكذا. فبنعرف الموديل الكلام ده ازاي؟ ببساطه بنقول له هنا public incrementing بتساوي ايه؟ فولس. وخلي بالك انك لو شغال على اي نوع من الكولومز مش انتجر، مثلا انت شغال على string وليكن، لازم تقول له برضو ان الانكريمنتنج ايه؟ فولس. تعرف الموديل ان الانكريمنتنج فولس، لان هو بالطبيعه بيبقى الحاجات اللوجيك اللي عندك، يعني انت هتقول لي خلاص ده string يبقى اكيد الانكريمنتنج فولس. لا، البرمجه انت لازم انت اللي بتعرف الكود بتاعك هو هيعمل ايه، فانت هتقول له لو انت عايز تغير نوع العمود ان الانكريمنتنج ايه؟ فولس. وفعليا ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، اللي هو التعديل الاخير. احنا عايزين نخلي البرودكت اي دي ده ما يبقاش انتجر اصلا، يبقى string. فممكن كده ببساطه هنا نقول له string product id، وما بقاش بقى في معنى للunsigned خلاص. انا بقول له ان في كولوم نوع string اسمه product id وانه هيبقى البرايمري كي. فنيجي كده هنا نعمل migrate fresh، اداني ايرور كده لذيذ، قال لي ايه؟ specified key was too long max key length is مش عارف ايه. طيب تعالوا نجرب مثلا ندي السترينج ده length غير الديفولت، نديه length قصير شوية وليكن 20 كاركتر مثلا، ونعمل migrate fresh. كده تمام. فبقى عندي دلوقتي البرايمري كي عبارة عن string. لو عملنا ريفرش كده بالشكل ده، فأقدر هنا وأنا بعمل insert أدخل primary key أسامي products بالشكل ده، مثلا product code مثلا pro داش رقم معين، عادي جدا والدنيا هتظبط معايا. طيب عايزين نعرف الموديل الكلام ده، هنعرفه الكلام ده ازاي؟ ان الكي ما بقاش انتجر، بقى حاجه تانية. بتيجي كده تقول له اول حاجه ان الانكريمنتنج بفولس، تاني حاجه هتقول له protected key type بتساوي، وتدي له اسم التايب بتاعك اللي هو string. فدلوقتي لو جينا هنا في الويب دوت بي اتش بي قلنا له هات لي البرودكت اللي البرايمري كي بتاعه برو 1001، وجينا كده نعمل ريفرش هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. يبقى احنا كده اتعلمنا ايه النهارده؟ اتعلمنا ان في الموديل في 3 بروبرتيز تقدر تعمل لهم سيت عشان تكستمايز البرايمري كي بتاعك. اول واحده اسمها برايمري كي، ودي من نوع بروتكتد، وبتديها اسم البرايمري كي لو حبيت تغيره. تاني واحدة اسمها incrementing من نوع public، ودي بتبقى true او false حسب انت شغال auto increment ولا لا. تالت واحدة اسمها key type، ودي من نوع protected، وبتديها نوع الكولوم بتاع primary key. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نعمل customization للtime stamps بتاعتنا. time stamps طبعا اللي هي اعمدة created at والupdated at، ازاي لو عايزين نشيلها اصلا من غير ما يطلع معايا error، لانك لو شلتها من migration كده وخلاص هتطلع معاك error طبعا وانت شغال بالموديل. فازاي لو عايزين نشيل مثلا التايم ستامبس خالص، لو عايزين نغير فيها حاجات، نغير الفورمات، كل الكلام ده هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم.